تعالوا بينا نعمل غدا سهل وسريع، تحضيره مش هياخد دقايق بعيدا عن الكوليسترول والدهون. النهاردة هنعمل أكلة كده صحية ومغذية ولذيذة جدا جدا. أنا قطعت بصلتين حجمهم متوسط بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين جبت الصينية، والصينية دي هي الوحيدة اللي أنا هستخدمها النهاردة في كل الأكلة. حطيت فيها البصل، وبعدين هستخدم فلفل أسود وكزبرة مطحونة، وكمان هستخدم بابريكا، وهي دي كل التوابل اللي انا هستخدمها النهارده، توابل بسيطه جدا جدا. مش قلت لكم اكلتنا النهارده من ابسط ما يكون؟ كمان هنضيف كميه الملح اللي احنا هنستخدمها برضو في اكلتنا كلها، يعني ممكن تضيفي ملعقه صغيره مثلا. المهم هنفرك الحاجات دي كويس جدا جدا وندعكها مع بعض، ودي مهمه جدا جدا في الوصفه، علشان الخطوه دي هي اللي هتخلي الوصفه فعلا طعمها زي السكر. وبعدين هنجيب فلفلتين، سواء فلفل الوان او فلفل اخضر، مش هيقول لا، هنقطعهم بالطريقة دي، وبعدين هنفركهم برضو مع باقي البصل والتوابل. والخطوة دي مهمة جدا جدا. عايزة اقولكوا لما تدعكي الخضار ده مع بعضه بيغير طعم الأكلة يعني 180 درجة. بعدين انا قطعت 3 طماطمات، انا الطماطم دي كان حجمها صغير، لو عندك حجم الطماطم متوسط كفايه 2. اخدت كام واحده كده خليهم على جنب بعدين هقول لكم ليه. وبعدين انا خلطت الطماطم مع باقي الخضار، لكن مش هفعصها بايدي، يعني انا خلطتها وبس. وبعدين طبعا كميه البطاطس اللي انتوا حابينها قطعوها. البطاطس دي برضو كان بواقي بطاطس عندي موجوده في البيت، فانا لميتهم كلهم كده وعملت بيهم اكله. البطاطس دي حجمها صغير جدا جدا. لو انت رايقه بقى ومزاجك عالي العال، ممكن ترصي البطاطس بالطريقه دي في الصينيه كلها، لكن يعني فككم الكلام ده كله، انا ما عنديش الكلام ده، انا ما فيش وقت عندي. المهم لخبطتهم كلهم كده مع بعض كده وخلطتهم. وانا في الحقيقه بحب اني اعمل ميكس الخضار ده كده متلخبط مع بعضه، يعني مختلط كده مع بعضه، بيديني طعم مختلف تماما، يعني طعمه بيكون احلى الصراحه. يعني خلاص كده انا خلطت كل الخضار اللي عندي النهارده، ولو عندك كوسه حابه تضيفيها برضو ممكن تضيفي كوسه. ممكن تسووا الصينيه وتكتفوا بالخضار وبس، لكن لو عندكم صدر فرخه زي اللي عندي ده كان مركون في الثلاجه برضو وقلت استخدمه النهارده في الوصفه علشان برضو نعلي القيمه الغذائيه. هو صدر الفرخه واحد بس، هنقطعه مكعبات، ولا هي كبيره ولا هي صغيره. مش هنعملها كبيرة عشان تستوي بسرعة، ومش هنعملها صغيرة قوي عشان برضو يعني الحتة كده تبقى مالية مركزة واحنا بنغرف، تبقى باينة كده في الطبق وتملى العين. يعني هتبلهم بملح وفلفل وكزبرة وبابريكا، وبعدين ضفت ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وملعقة واحدة بس من الزيت. انا ما ضفتش في الاكلة كلها غير ملعقة الزيت، انا ضفتها ليه؟ علشان تخليلي الفراخ الجوسي كده وطرية وما تنشفش مني في التسوية. بخلط الفراخ مع باقي الخضار. عايزة اقول لكم خلطة الخضار دي او خلطة الفلفل او خلطة البصل مع باقي الخضار دي بتغير الوصفة تماما. وبعدين رصيت الصينيه بالشكل ده. بعدين جبت طبق وضفت فيه كوبايه حليب وربع كوبايه ميه وملعقتين كبار من الدقيق، وبعدين خلطتهم كده كويس كلهم مع بعض، وبعدين هضيفهم على الصينيه بتاعتنا النهارده دي، هتخلي القوام متماسك شويه وبرده طعمه هيكون خفيف خالص، ما تقلقوش. دول كام شريحة الطماطم اللي انا قلت لكم خليهم على جنب هستخدمهم في الاخر، عملتهم كده من فوق عشان يخلوا شكل الصينية حلو، وامسحوا الصينية كويس علشان ما تتحرقش منكم في الفرن. وبعدين غطيتها بالفويل ودخلتها فرن ساخن على درجة حرارة 180، هتقعد في الفرن حوالي ساعة. ده شكل الصينية بعد ساعة، انا شلت الفويل عشان تشوفوا شكلها. وبعدين دي خطوة اختيارية، لو انتوا حابين تسيبوا الصينية تحت الشواية مسافة 5 دقايق مثلا علشان تاخد اللون الجميل ده، براحتكم. لو حابين ما تحطوهاش تحت الشوايه برضو براحتكم، هتبقى حلوه طعمها. لكن للامانه لما بنفتح الشوايه كده على البطاطس، البطاطس وشها بينشف شويه وبياخد طعم التحميصه الجميله دي بتاعت الشوايه، وبيبقى لونه برضو مميز يعني. لكن لو مش حابين تعملوا الخطوه دي براحتكم. انا عملت رز بالشعريه، ممكن تعملوا رز مفلفل برضو، وهنغرف الطبق دلوقتي مع بعض. بصوا بقى شكل الطبق، يعني شكله خطير. شوفوا بقى قد ايه القيمة الغذائية بتاعت الطبق ده اللي مليان بالخضار ومليان بحاجات جميلة جدا جدا، طعمها لذيذ جدا جدا. كنوع من التغيير ما حبيتش اقدم الصينية بشكلها التقليدي، فجبت السيرفيس المدور ده وحطيت الصينية بالفراخ، رصيتها كده دايرة وحطيت في النص الرز، على اساس ان هو يبقى يعني شكل الاكلة مختلف، يعني يدي الاولاد ايحاء ان احنا عاملين لهم ايه، اكلة جديدة، والكل بيفرح بكلمة ايه، اكلة جديدة. ده شكل الفراخ مع الرز مع البطاطس مع باقي الخضار. عايزه اقول لكم انا جوعت وانا بمنتج الفيديو،
بجد الوصفة دي طعمها رهيب 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 والله. مهما حكيت لكم الميكس الخضار ده مع الفراخ لما تخلطوهم مع بعض في الصينية بيبقى طعمهم كلهم كده زي السكر. كمان لو مش عندك فراخ وعايزة تعملي الخضار بنفس الطريقة دي ونفس الخطوات اللي احنا عملناها بالظبط اعمليها من غير الفراخ، وصدقيني طعمها بيبقى في منتهى الروعة والجمال، وخفيفة جدا جدا، يعني ما تحسيش ان انت عاملة حاجة قرديحي كده او حرمهم من الاكلة وجمالها، لا صدقوني بتبقى برضو جميلة وطعمة أكلة لذيذة. بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكو. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو، وعايزة أعرف رأيكم فيها، اكتبولي رأيكم في الكومنتات. بحبكم جدا جدا، وبكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق. دمتم في رعاية الله.